اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فنيا كيف استطاع كابتن سامي قمصان المدير الفني او القائم باعمال المدير الفني للنادي الاهلي ان يتفوق على تركيز يونياس من خلال احمد ثابت وكريم سعيد؟ اتفضل يا كريم. اتفضل يا احمد. كابتن سامي قمصان قدم مباراه هايله جدا. هو طبعا حاول ان هو بدا بال 4-3-3، احمد نبيل كوكا وعمر السليه واليو ديانج 3 ارتكاز، حاول ان هو يلعب دفاع متكتل، دفاع منظم جدا، الخطوط الثلاثه قريبه من بعض وبيعتمد على الهجمات المرتده او ان التفاصيل الصغيره يعني زي الضربات الركنيه، وبالفعل جاب الهدف الاول من ضربه ركنيه والهدف الثاني جه من خلال هجمه مرتده. تعال نتفرج على الحالات الدفاعيه وازاي كابتن سامي قمصان قدر الشغل بتاع كابتن سامي في دفاع الاهلي. بص دي اول حاجه معانا، دي هجمه لبيراميدز. بص التنظيم الدفاعي والتكات، ادي الاربعه 3-3. هنا زوايا التمرير مقفوله جدا، قفشه بيغطي ناحيه اليمين، عمرو السليه بيرحل ناحيه عبد الله السعيد، اليو ديانج دايما قافل العمق، هو اللي بياخد اسلام عيسى المهاجم الوهمي بتاع بيراميدز لما بينزل في العمق، وليد الكارتي مع احمد نبيل كوكا اللي قدم مباراه هايله جدا قفل الدنيا، قطع ميه ونور على وليد الكارتي، والناحيه الثانيه طاهر محمد طاهر، الطرفين بيرجعوا بشكل ممتاز بيرتدوا. قيس المسافة ما بين محمد شريف وما بين خط الدفاع، هتلاقي المسافة قريبة يعني حوالي بالظبط اهي 17 او 18 متر. فدفاع الاهلي بطريقة ممتازة، ده شغل مدرب بصراحة، دي بصمة مدرب الاهلي، بصمة دفاعية. انت ازاي بتقدر تطلع بالمباراة بطريقة دفاعية بكتلة دفاعية؟ احنا على فكرة بيراميدز استحوذ 70-60% استحواذ واحنا 40%، ولكن حد يفتكر كده هجمة خطيرة ليهم غير الكرة بتاعت عبد الله السعيد اللي كانت جاية من اليو ديانج، والكره بتاعت الشوط الثاني من اللي جايه من ياسر ابراهيم بتاعت فخر الدين بن يوسف، حتى الهدف جاي من خطا من الشناوي، يعني كلها مجرد اخطاء فرديه، لكن هم استحواذ سلبي، وده نجاح من كابتن سامي قمصان. كمل الحالات برضو وشوف الشغل بتاع، العب الفيديو، نفس الشغل بتاع كابتن سامي قمصان والتكتيك الدفاعي المنظم، ازاي فرقتك تكون منظمه بالشكل ده؟ ده برضو في ظل الغيابات الموجوده اللي بيعاني منها النادي الاهلي وفي ظل الاجهاد، هنا السليه هو واخد عبد الله السعيد، هنا كوكا عليه السهم هو واخد وليد الكارتي، دايما بينزلوا وعمليه الضغط المنظم، في بعض الاحيان كنا بنضغط عالي بس ده قليل قوي، لكن احنا كنا بنعمل دايما ميد بلوك اللي هو الضغط في وسط الملعب، هنا اسلام عيسى المهاجم الوهمي نازل، مين اللي واخده؟ اليو ديانج، عشان يفضي المساحه دايما لربيع او ياسر ابراهيم ان هم يكونوا فاضيين عشان ما يكونش في مساحات في ظهرهم. ادي اليو ديانج اهو مع اسلام عيسى، ودايما المساحات قريبه جدا زي ما قلت، كوكا قافل الجبهه ناحيه الشمال، ودايما في كماشه، في مثلثات قافلين زوايا التمرير تماما، ومن هنا ما حسيناش بخطوره خالص لبيراميدز، استحواذ سلبي، استحوذ كابتن سامي قمصان قال لهم استحوذوا زي ما انتم عايزين، خدوا الكوره، ما انتم مالكوش اي فعاليه، انا هخطف يا اما هجمه مرتده. حسيت امبارح ان هم بيلعبوا بطريقه ايه؟ انا اقعد اباصي الكوره لغايه لما تقطع مني. مش لغايه لما اروح للجون، لغايه لما تقطع مني. ما ده نجاح لكابتن سامي. بص يا كابتن اسلام اهو نفس الشكل، ادي برضو قيس المسافه ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، زوايا التمرير مقفوله، عمرو السليه ناحيه اليمين، كوكا ناحيه الشمال، واليو ديانج في النص بيغطي العمق قدام ياسر ابراهيم وربيعه، وطاهر بيرجع وقفشه بيرتد. طريقه دفاعيه ممتازه، وده تكتيك مدرب، يعني انت المباريات ديت بتكسب ولا تلعب، مش شرط ان انا اقعد استحوذ واخسر في الاخر، استفدت ايه؟ ما انت خرجت من الكاس. لكن انت لما بتلعب بطريقه دفاعيه وبتنظم الهجمه المرتده قدرت ان انت تصحى. هنا برضو بيراميدز برضو لعيب ده في الشوط الثاني، هنا بعد ما خرج وعمل تغييره ممتازه وحول احمد كوكا بعد اصابه محمود وحيد كباك ليفت، راح محول قفشه ارتكاز ثالث مع السليه وديانج، ونزل صلاح محسن ليه؟ عشان يقدر. كانت مشكله الاهلي في الشوط الاول ان ما عندناش تحولات قوي، صلاح محسن لعيب سريع عنده عمليه التحولات، فصلاح محسن اهو راجع مرتد كمان ناحيه قدام احمد فتحي، طاهر الناحيه الثانيه، اذا الدفاع منظم بشكل ممتاز، وانا شايف ان احمد نبيل كوكا واحد من نجوم الماتش لانه لعب في مركزين وقدم اداء هايل. اتفضل يا كريم. اللي اضاف بقى للدفاع كابتن اسلام ان ياسر ابراهيم ورامي ربيع امبارح كانوا تقريبا في افضل مستوى ليهم من فتره ياسر ابراهيم امبارح بصراحه يعني عمل تدخلات ممتازه وقدر ان هو يمنع هجمات خطا. نشوف ياسر ابراهيم، عايز هنا اتكلم على التايمنج بتاعه في اختيار، يعني بتشوف ياسر بعيد عن اللعبه، رغم ان هو بعيد عن اللعبه بيظهر لك في التوقيت المثالي لقطعك، يعني الكره دي ببساطه لو احنا مثلا قبل ما نعمل بلاي سهل قوي قوي الكره تتحط قدام لاعب نادي بيراميدز اعتقد ده وليد الكارتي وياخدها بشكل سهل. بص ياسر ابراهيم اختيار التوقيت في الانقضاض على الكره وانه يحط جسمه ويمنع لاعب نادي بيراميدز من انه ياخد الكره. نشوفها مره ثانيه، كوره على برده هنا رامي ربيعه مش ياسر، ازاي بيقفل
كل زوايا المراوغه قدام رمضان صبحي وبيجبره ان هو يلف ويدور لخارج بره المنطقه. اللعبه دي ممتازه ياسر ابراهيم، رغم كان في خطا من احمد نبيل كوكا في ارجاع الكوره، لكن قدر يعمل تاكلينج ويرجعها للشناوي. تاني كل ده بنشوف ادوار فرديه لياسر ابراهيم ورامي ربيعه. الكوره دي ممتازه جدا ياسر ابراهيم، عمل بوكسنج اوت للاعب بيراميدز عشان يخرجه من منطقه الجزاء عشان ما يعملش اي محاوله للحصول على منطقه الجزاء، قطع الكوره وخد فاول وقلب الهجمه ببساطه من على النادي الاهلي. لكن دي بقى الكره الوحيده اللي احنا عايزين نقول ليه بعض الاوقات ما ينفعش تعمل باسنج بتوين ذا لاينز في الحته دي، ما ينفعش تعمل ريسكي باس في الحته دي، صعب قوي قوي ثلاث لعيبه ضاغطين عليك من نادي بيراميدز انك تختار انك تلعب الكوره ما بين الخطوط، لا دي فيها مخاطره بالغه للغايه وبتبقى سهله كمان على المهاجم انه يضغط ويخطف الكره، وبالتالي دي في وجهه نظري كانت الخطا الوحيد لياسر ابراهيم في المباراه، واللي جه منها طبعا الانفراد اللي جه لفخر الدين بن يوسف. تكمله الكلام كريم، هاخد برضه احمد نبيل كوكا، قدم ماتش هايل جدا. بص نبيل كوكا هنا في الشوط الاول هنا بيغطي مين؟ محمود وحيد. كوكا اللي عليه السبوت ده اللي هو الاضاءه الصفراء بيغطي، احمد فتحي بيكمل هنا، انت بتقفل الجبهه اليسرى تماما، وهنا عمليه المثلثات اللي عملها كابتن سامي قمصان بوجود كوكا وقدامه طاهر ومحمود وحيد وبيغطيهم كمان ياسر ابراهيم. انت النهارده بتروح تتعاقد مع لعيبه ب 20 و25 مليون، لو لعيب زي النهارده كوكا ده من ولاد النادي، مكسب كبير قوي يا جماعه. يعني احمد نبيل كوكا ده لعيب خارج من مدرسه النادي الاهلي قطاع الناشئين، بص الالتحامات البدنيه بيتفوق كمان. والروح متاسس صح من قطاع الناشئين، بدل ما اروح اجيب لعيب بملايين كتيره، لا انا عندي لعيب جه. بص الكره دي انا بالنسبه لي لقطه الماتش، اولا هو ارجع بس من البدايه، هو النهارده ياسر ابراهيم ارجع من الاول، بس ياسر ابراهيم متقدم، كوكا اخذ التغطيه العكسيه بيغطيه بيكمل كمساك. بص دي كانت هجمه في الدقيقه 88 والثانيه 53، كان ممكن بيراميدز يتعادل منها، رمضان بيعدي من واحد وبيكمل كوكا. بص بقى، بص البصه دي عشان يلمح، عشان اقدر اعمل البلوك، اعمل المعاينه، عمليه المعاينه واعمل البلوك. من وجهه نظري واحد من نجوم الماتش احمد نبيل كوكا. بص التغطيه ممتاز ممتاز ممتاز، وبصراحه الاهلي كسب لعيب انا شايف احسن اثنين لعيبه في اخر اربع ماتشات للاهلي، احمد نبيل كوكا ورامي ربيعه. يا ريت لو نستعرض ارقام احمد نبيل كوكا برضو تاكيدا للكلام امبارح، عمل هو اكتر لاعب قطع كرات امبارح، اهو قدامنا الارقام على الشاشه نجيبها هنا، بس تمريرات صحيحه 36 من 39، نسبه دقه التمرير 92%، اكتر من قطع الكرات في الماتش 14 مره، تاني اكتر لاعب من استعاد الكره الثانيه بعد رامي ربيعه 8 مرات، التاكلينج 2 صح من 3، الالتحامات الثنائيه 5 من 10، وارتكب 3 فاولات. فاحمد نبيل كوكا بيقدم مباراه ممتازه، او قدم مباراه ممتازه، وبصراحه الاهلي كسب لعيب كمان على المستوى البدني بشوفه هايل. نعم، مش ياسر برضو ابراهيم ولا رامي ربيعه ولا احمد نبيل كوكا، في وجهه نظري كابتن اسلام في الشوط الاول كان في نجم للنادي الاهلي دفاعيا وهو محمد هاني. محمد هاني ربما يكون يعني الناس كانت زعلانه منه شويه عشان الخطا اللي في فاينل دوري الابطال، لكن برضو طبيعي ان احقاقا للحق لما يقدم محمد هاني مستوى كويس في شوط كامل لازم برضو نشيد بيه ونقول ان محمد هاني عمل حاجات كويسه. الكره دي تعال نبص كده، محمد هاني ازاي باصص على عبد الله السعيد ونجيب الكره الثانيه بالظبط، نبص ازاي محمد هاني في تغطيته على عبد الله السعيد وشايف الكره العرضيه هتتلعب ازاي، نبص على ونركز مع محمد هاني على طول، مركز مع عبد الله ومستني الحته دي ازاي النهارده، تدخل اكثر من رائع. ولما نعيد الكره من كذا مره ممكن للوهله الاولى حد يتخيلها ركله الجزاء، لا طبعا تدخل شرعي تماما، ومحمد هاني عمل تاكلينج في تايمينج ممتاز جدا وجريء ان هو يمنع عبد الله من استلام الكره هنا، عبد الله كان استلامها كان ممكن يعمل خطوره على مرمى النادي الاهلي. نشوف برده كره اخرى ونشوف فيها ازاي محمد هاني قدر يعمل دور الفول باك بشكل مميز جدا، عمل الدور ده ممتاز، تدخل ممتاز ما بيقعش، واقف في التدخل الثنائي كتف بكتف وقدر ان هو يخلص الكوره قبل ما مهاجم نادي بيراميدز يستغلها، اعتقد فخر الدين رمضان صبحي ان هو يستغلها او يقدر يسدد. تاني محمد هاني بيقدر ان هو يقفل الجبهه بتاعته بشكل مميز، وبنشوف هنا اللعبه دي ده الخطا الوحيد لمحمد هاني زي ما جبنا الخطا بتاع ياسر، الخطا الوحيد لمحمد هاني انت في الحته دي رجعت وقفت قدام منطقه الجزاء، هنا اهو لازم اطلع الكوره على طول، ما ينفعش اعمل الحركه الوحيده اللي حاول محمد هاني ان هو يرقص وليد الكارتي لاعب نادي بيراميدز في منطقه سيئه قلبت الكوره دي، كانت في الدقيقه 45
اعتقد في وجهه نظري كان ممكن هو يخلص الكره بسرعه، ودي من الكرات اللي بتخلي الناس تزعل محمد هاني. لكن محمد هاني عنده مقاومات كويسه يقدر يشتغل عليها، ولكن مع تفادي مثل هذه الكرات او القرارات اللي بياخدها. تعال نشوف كمان التحولات الهجوميه. اتكلمنا بقى على الدفاع ازاي كابتن سامي كان بيحاول الشوط الثاني تحديدا يعمل تحولات هجوميه بنزول لعيب زي صلاح محسن باستغلال سرعاته، وقفشه بصراحه برضو عمل 2 اسيست في تمريراته، عمل تمريرات هايله. بص هنا التحولات، ان انا بدافع بس هستخدم الكاونتر اتاك بطريقه ممتازه، او ان انا احاول اعمل بعض القرارات الفرديه بقى هي المشكله اللي ناقصه بعض القرارات. لكن شغل مدرب في بصمه مدرب واضحه بصراحه. ادي صلاح محسن بص بيعدي بيعمل عرضيه، اذا في فكره برده. دي كره ثانيه، دي الكره اهي. بص هنا قفشه برده نفس الفكره، قفشه بيحول كصانع العاب، وطاهر واحد من نجوم الماتش بيقدم برده في الفتره الاخيره اداء هايل. بص قفشه هنا بيلعبها بيضربوا الدفاع لمحمد شريف الممتاز في كسر مسيره التسلل، علي جبر مغطي الاوفسايد، قفشه بيحطها له، قفشه هنا برده شريف بيلعبها لعبها وحش. ده مشكله قرار مدرب، قرار لعيبه، لكن المدرب بصمته واضحه في التحولات. هنا برده كذلك نفس ده الهدف، الكره جايه من عند الشناوي، الشناوي بيلعبها صلاح محسن بيطلع بيكسب الالتحام، بتروح لقفشه في الحته اللي هي الزون 14 عندهم ورا اثناء الارتكاز بتوع لاعبي بيراميدز. قفشه هنا بيقدر يديك تمريره برده في عمليه التحول، وواحد زي حسام حسن واحد من مكاسب الماتش بيقدر ان هو يسجل الهدف اهو. ده اذا انت جايب جون برده، بنقول من بصمه مدرب ان انت، هو الراجل فكر ان انا هلعب بطريقه دفاعيه وهنتظر وهستنى واتأنى في الماتش ده والعب على المرتده. جاب جون من تحول هجومي، وجاب جون من ضربه ركنيه اللي احنا بنقول عليها دايما التفاصيل الصغيره. شريف اكرامي غلط فيها وكل حاجه، ولكن ده برده بصمه ان انا بشتغل على التفاصيل الصغيره زي الضربه الركنيه. طاهر عم بص هنا في كام لاعب من النادي الاهلي، 5 لعيبه جوه منطقه الجزاء، بيراميدز بيدافع بالمنطقه دفاع الزون، كل واحد واخد المنطقه بتاعته، اتلعبت بالعرض، طاهر قدر ان هو يسجل. طبعا شريف اكرامي اساء التقدير فيه لانها تعتبر في نص الجون. يعني نكمل بقى برده في دور اللعيبه الكبيره، وليد سليمان هنا برده واحده من لقطات الماتش المهمه قوي، دي اخر لقطه معانا. ماشي، هنا وليد سليمان بيدي تعليمات لقفشه، وشوف الروح الموجوده، وده دور اللعيبه الكبيره. كنا اتكلمنا هنا من حوالي اسبوعين وقلنا ان الفتره الجايه صعبه ومحتاجه فيها اللعيبه الكبيره ودورها، زي وليد سليمان، زي الشناوي، زي السولية. وجود اللعيبه دي والروح الموجوده دي، الاثنين بيلعبوا في نفس المركز، وليد سليمان وقفشه، اثنين صناع العاب. لما هو بنشوف لعيب زي وليد سليمان بقيمته موجوده، اعتقد ان دي سر الانتصار، هي روح الفانيلا الموجوده، روح الفانيلا الحمراء. اخيرا يا كريم لو عندك حاجه. بس اعتقد لا، هي بس دي اعتقد بعض النقاط اللي احنا حاولنا نقول ان هي عدتنا الفتره دي لغايه لما يتم ان شاء الله باذن الله تعيين جهاز فني جديد، نسيب له بقى المساحه ان هو يشتغل بحريته زي بالظبط ما سيبنا الموسيماني وسيبنا الفايلر. اكيد من حق الجهاز الفني الجديد ان هو ياخد مساحته ويجرب، وان شاء الله باذن الله يقدر يفنش الثلث الاخير من الموسم بثلاث بطولات محليه، بطولتين للكاس وبطوله الدوري. يا رب ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي غدا، بكره ان شاء الله هيبقى في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من البيت الكبير.